تفضلي اعرفي نفسك. انا اسمي هدى شعبان. علي صوتك شويه. مشكلتي ان القضاء في مصر غير عادل. القضاء بيخدم النظام ورجاله النظام، ما بيخدمش الغلابه، ما بيجيبش حق الغلابه خالص. مشكلتك ايه؟ انا مشكلتي هتك عرض واغتصاب بنتي، طفلة صغيرة ما كملتش 10 سنين، حسبي الله ونعم الوكيل، عشان المغتصب وهاتك العرض ده السمكري سيارات بتاع رئيس مباحث أمن دولة محمد بلباز، فطبعا أخله سبيله ما كملش 20 يوم في سجن طرة، وأخله سبيل القاضي عبد الستار إمام اللي هو كان رئيس جلسة الجنايات في دايرة 20. سمع للمتهم وسمع للمحامي بتاعه، وجيت انا اتكلم بقى يقاطعني، فقلت له لا انا لازم اتكلم، راح جاء طالب الامن المركزي ورفع الجلسه ودخل اوضه المداوله، قال لهم مش هكمل الجلسه غير لما دي تطلع بره. وبالفعل جاب الامن المركزي سحلوني يوم 28/4/2011، يعني مفروض بعد الثوره، مفروض يبقى في عدل بعد الثوره، لكن للاسف هم الثوره لسه لم تصل القضاء بعد. اسم المتهم ايه والواقعه؟ طارق محمد السيد البيومي. وقام بعد كده الامن المركزي بيصحلي من قاعه الجنايات ورموني بره، ومين قاعد يضحك؟ اهل المغتصب والسمكريه زملاته قاعدين يضحكوا طبعا، ما هو مسنود من امن دوله، هو السمكري السيارات بتاع رئيس مباحث امن دوله. طب ظابط اسمه ايه؟ رئيس مباحث امن دوله محمد بيه الباز. فبعد كده راح مدينه نصر اول، راح اخلوا سبيله وسحلوني بره القاعه، وفوجئت ان تاجيل كان اليوم ده 28/4 واجلها ل 26/10 اكتوبر، يعني 6 شهور تاجيل. بعد كده رحت لدار القضاء اعترضت، بصيت لقيتهم جايبين لي اسم الاسباكيه بعربيه بوكس وعايزين يشدوني من على السلم بتاع دار القضاء عشان يرموني في اسم الاسباكيه. انا ام المبني عليها، انا اتسحل واتضرب وعايزين يسلموني لاسم الاسباكيه. انا مش عارفه بتهمه ايه. على فكره انا بقيت ماشيه جبت الفيش والتشبيه بتاعي رايحه جايه بيه، لان كل اللي ما بيعجبهمش كلامه وبيطالب بحقوقه بيقولوا عليه بلطجي. بيقولوا عليه بلطجي، فانا جايبه الفيش والتشبيه بتاعي عشان ما يقولوش بلطجيه. ما كل اللي بيطالب بحقوقه في البلد دي بيقولوا عليه ايه؟ بلطجي. ادي الفيش والتشبيه وادي البطاقه. البطاقه تثبت كمان لايسنس اداب قسم انجلش. امسكي يا بنتي امسكي. البطاقة لسانس اداب قسم ترانسليشن ديبارتمنت اوف ترانسليشن، ويمكن يتهموني انا كمان بلطجية ورايحة اعتدي على النائب العام. طارق محمد السيد البيومي ساكن في عين شمس. المهم بعد كده رحت مقدمة طلب تقصير، والمفاجأة بقى انه فعلا الحمد لله قصروا الجلسة، بس هم طبعا كانوا اخلوا سبيله خلاص، حي يرزق وطليق الحرية الحمد لله، فعشان محمد البيل بازي اتبسط، اصل هو الراجل ده اللي هو السمكري ده انثوي، انثوي لمين؟ لمحمد بيل باز على حساب بنتي. ما علينا، راحوا بعد ما اتعملوا طلب التقصير لجلسة 27/6 اللي فات، راح القاضي بكل جبروت 3 سنين غيابي، ومن حقه كمان يطعن فيهم 3 سنين في هتك عرض واغتصاب طفلة موت براءتها وقتل طفولتها وكان مخيشها تحت قهر نفسي وجسدي. ازاي؟ فين العدل في بلدنا؟ العدل مش مفيش عدل. دار القضاء دي قاعدة تخدم النظام ورجالة النظام، مش بيخدموا الغلابة، الغلابة بيدوس عليهم برجليهم، مفيش عدل. لازم الشعب كله يبقى ايد واحدة ضد الظلم، الظالمين. أول حاجة القضاء ده لازم يطهر، لازم يبقى فيه تطهير قضاء، لأن القضاء ده أساس العدل. مفيش عدل. شكرا شكرا. حسبي الله ونعم الوكيل.